عودة لكم مشاهدينا، ومثل ما عرفنا برنامج BNL Fit for Life تبنته شركة البحرين الوطنية للتأمين على الحياة بهدف خلق روح التعاون المجتمعي بين وزارة شؤون الشباب والرياضة والشركات التجارية بالقطاع الخاص بمملكة البحرين، وهو يضم 8 مشاركين مرة وبعدة مراحل عملية ونظرية. فعلا دلال، من بعد كل هذه المراحل اليوم عندنا ضيف من أحد الطلبة اللي حصلوا على هذه الشهادة بكل كفاءة. ضيفنا محمد سالم هو أول شخص من فئة الصم يحصل على هذه الشهادة في مملكة البحرين، لذلك يسعدنا أن يكون اليوم معنا ضيف في استديو شمس البحرين نتكلم معاه أكثر عن هذه الشهادة. المشارك محمد سالم مترجم لغة الإشارة، وأحمد حسين يا هلا ويا مرحبا فيكم. صباح الخير. الخير. شكرا على حضورك. شكرا لحضرتك طبعا، وشكرين جدا ليك على الدعوة الكريمة دي وجود معاكم هنا في البرنامج. شكرا جزيلا. طبعا نبتدي معك محمد، يعني احنا حابين نتكلم اكثر، يعني متى بدأ اهتمامك بالمجال الرياضي اللي خلاك ان انت تدخل في هذه المشروع؟ كان من هو عمره 14 سنة، كان دايما يحب لعبة كرة القدم بشكل كبير جدا، فكان بيدخل بطولات، كان في تدريب بشكل كبير، فهو كان يحب الكرة بشكل كبير جدا جدا، فهو عايز انه يستمر على الكلام ده على طول ان شاء الله. جميل. جميل. يعني خلينا نقول منذ الصغر كان هو مهتم بكرة القدم، ولا في رياضات مختلفة هو حاب انه؟ لا بالعكس، كان في رياضات تانية موجودة، يعني كان في مثلا لعبة الكاراتيه، فكان هو مثلا كان هو الشخص الصم الوحيد وسط كل الناس اللي موجودين، هم كانوا متكلمين يعني، فكان المدرب كان يشوف محمد يقول له طب انت هتقدر تتعلم؟ فيقول له لا ان شاء الله الامر هيكون سهل، ما فيش اي مشكله خالص. فكان محمد بيأدي بشكل وكفاءه عاليه جدا جدا، لدرجه ان المدرب نفسه كان بيقول للطلبه اللي موجودين التانيين شايفين محمد هو من صمه، بالرغم ذلك كان بيأدي بكفاءه عاليه ما شاء الله. حلو. احنا طبعا نشوفك محمد انت انسان جدا متميز، ولهذا السبب احنا نشوفك يعني متألق في هذه المجال، لكن نبي نتكلم اكثر عن الصعوبات اللي واجهتك. الامور اللي بتكون صعبه بتبقى الحاجات الخاصه بالتواصل، مثلا لما يروح مثلا المحكمه او يروح مثلا يعني اي مصلحه او وزاره حكوميه، في عدم وجود مترجم الامر بيكون صعب يعني. وكان بس يعني الحمد لله رب العالمين، كان في احد التوجيهات العظيمه جدا من سمو الشيخ خالد بن حمد ربنا يحفظه، بخصوص ان كان مقابله مع وزير التربيه والتعليم، وكان اقترح عليه فكره ان هم يعلموا الاطفال في المدارس أساسيات لغة الإشارة بس، حتى الأساسيات يعني، فده كان حاجة جميلة جدا، وهتخلق يعني نوع من التواصل ما بين كل مجتمع البحرين، ودي هتبقى سابقة يعني في كل الدول اللي نعرفها. جميل. يعني احنا بدنا نعرف سبب مشاركتك محمد في برنامج BNL Fit، يعني شنو الدوافع، شنو حاب تقدم في المستقبل؟ هو محمد بيقول ان هو بيحب الرياضه بشكل كبير جدا، هو شخص وان كان هو من شخص اصم، بس هو عايز ان هو دايما ان شاء الله ان هو يكون في تطور على طول، ويكون في زياده دايما في الجانب الرياضي وكل الامور دي يعني. حلو. جميل. يعني بالاضافه الى ذلك احنا نبي نعرف شنو استفدت من هذا البرنامج؟ تعلم بشكل مفصل جدا اللي هو تشريح الانسان من داخل، وان العضلات بتختلف انواعها، الانواع بتختلف انواعها، العظم بيختلف انواعه، وكل الامور اللي زي كده بيبقى ليها برامج خاصه بيها. فدي محمد كان مبسوط جدا ان هو كان اول شخص، ان هو اول مره يلتحق ببرنامج زي كده، وحاسس ان الامر عمل له زي نقله في حياته يعني. حلو. واحنا يعني نشوف، احنا فخورين فيه جدا جدا، فخورين فيه يعني في هذه ان احنا نشوف طاقه شبابيه متالقه في هذا المجال. جميل. يعني محمد احنا نبي نتكلم عن خططك المستقبليه، كونك يعني اول مدرب رياضي معتمد من فئه الصم في مملكه البحرين. هو عايز ان شاء الله في المستقبل ان يكون في دمج ما بين الاشخاص الصم والاشخاص المتكلمين، وان التجربه اللي تمت في البحرين دي
تتم على مستوى دول الخليج بشكل كامل بإذن الله تعالى، وأن هو يساعد كل الإخوان الصومال الموجودين في البحرين بشكل أساسي. يعني جميل جدا. يعني من خلال تجربتك هذه، شنو حاب توصل حق الناس اللي حابين يدخلون مثل هذا المجال، كونك أنت مثال مشرف؟ إن مسألة الدمج ومسألة الرياضة ده بتخلق نوع جيد جدا جدا من التعاون، وشيء مفيد جدا جدا سواء بالنسبة للشخص الأصم أو الشخص العادي. المحاضرات سهلة وكانت مفيدة جدا جدا، واستفاد منها على الجانب الشخصي، وشايف إن البرنامج يعني more than excellent. يعني جميل حلو. يعني أستاذ أحمد، يعني كونك أنت مترجم لغة الإشارة، يعني حابين نسمع منك كلمة بخصوص يعني هذا الموضوع اللي يعني طبعا اللي احنا متشوقين نتكلم فيه أكثر. يعني ربنا يبارك في حضرتك. أنا والله الحمد لله رب العالمين، أنا يمكن يعني صادقت ناس من الصم من أكثر من 5 سنين، ومعاهم ابتديت أتعلم لغة الإشارة لحد ما بقيت الحمد لله رب العالمين اكتشفت مجتمع جديد كليا عن المجتمع اللي أنا أعرفه. وعايز أقول لحضرتك على نقطة، يعني أنا كنت بحسب نفسي أن أنا شخص دقيق في حياتي والأمور اللي زي كده وكل الأشياء ديت، لحد مثلا ما قابلت بعضهم مثلا زي أحمد تقوي رئيس النادي الصم أو أعضاء مجلس إدارة أو الصم من جهات مختلفة. ما شاء الله دقة متناهية، إصرار وعزيمة عالية جدا جدا. وحتى كمان لما التحقت في البرنامج مع محمد حريص جدا على الوقت. يعني انا كنت ببقى بروح معاه مترجم، انا من خلفيه علميه شويه، فدرس اللي هو البيولوجي وكيمستري وفسيولوجي والحاجات اللي زي كده. فالبرنامج كان بيقابل الامور دي، فمحمد كان بيبقى حريص على ان هو يعرف ويتعلم ويسال وكل الامور اللي زي كده. وما شاء الله لقيت عنده طاقه عظيمه جدا جدا في ان هو يعمل فرق أو يعمل حاجة في المجتمع. يعني فما شاء الله عليه. يعني جميل احنا بنتكلم مع محمد أكثر، يعني شنو الفارق اللي راح يصنع إن شاء الله في مجال التدريب الرياضي؟ يعني هل راح يبتدي يدرب من هذه اللحظة أو هل عنده خطط ثانية؟ هو ان شاء الله باذن الله اوكي، هو عايز ان شاء الله باذن الله تعالى ان بجانب انه ياخد تجربه الصم البحرين الى الدول الخليجيه بشكل عام، لكن هو في المرحله دي ان شاء الله بيخاطب كل الاخوان والصم اللي موجودين في مملكه البحرين. حتى كمان هيكون في يومين موجودين في احد الانديه، هو هيكون المشرف التدريبي الخاص بيهم في الفتره دي، وده هيبقى يومين خاصين بالصم فقط. يعني جميل حلو. يعني احنا وايد سعداء ان احنا نشوف مثل هذه الطاقه الشبابيه البحرينيه، وفخورين فيك انك موجود معنا اليوم في برنامج شمس البحرين. شنو عندك كلمه انت حاب توجهها، كلمه شكر، كلمه تقدير؟ حابب طبعا يشكر شركة بي ان ال شكر جزيل جدا جدا، وزارة الشباب والرياضة على الدعم العظيم اللي قدموه من خلال البرنامج ده، واختياره هو كشخص صم في تجربة يعني فريدة من نوعها ما حصلتش قبل كده ان هو يشارك في هذا البرنامج، فكان شيء عظيم جدا بالنسبة له. فهو حابب يشكر الوزارة شركة بي ان ال على الدعم الكبير، وبشكر نادي الصم طبعا على الرعاية، ومحمد عضو في نادي 10 سنوات تقريبا، فحب للرياضة متأصل من زمان، ووجد بعد كده رعاية على مستوى كبير جدا ان هو يحصل على شهادة دولية زي شهادة IFA اللي حصل عليها مؤخرا. وطبعا احنا نوجه لك كل التحية، انت يعني يا استاذ احمد كل التحية والتقدير على هذه الاستضافة، وانت موجود هنا معانا، فاحنا مستمتعين بهذا اللقاء. انا بس ابي اقول الله يحفظك وشكرا على حضورك اليوم. الله يجزيك. شكرا جزيلا. سعدنا بوجودك معنا اليوم. الله يحفظك. الله يوفقك ان شاء الله دائما، ونشوفك من الاعلام البارزه المتميزه في مملكه البحرين. ان شاء الله. صباح الخير عليكم، وشكرا جدا على المقابله. شكرا جزيلا. مشاهدينا ننتقل الى فقره